موضوع الأمريكي اختبار أمني حقيقي، يعني اختبار ما أريد أدخل بالعمق بالكلام، لكن ما أريد يحصل له مثل ما حصل إلى سلفة في موضوع البعيثة. أرجو أن تربط الكلام في هذا الموضوع. زين، يعني إذا عرف الجهة يجب أن يوقف في مؤتمر صحفي يعلنها، يقول هذه الجهة هي من قتلت هذا الرجل الأمريكي هنا وتم اعتقالها. هنا تتغير الأمور تماما بالحكومة، يعي الشعب بأنه هذا الرجل جاي وغير متخوف من أي شيء. واضح، لكن هذه صعبة. أعتقد بأنه الحكومة الأمريكية يعني دعمت السيد محمد شاه أول أيامه، أعتقد هنالك عندهم قرار آخر. يعني أعتقد يعني هم لديهم رؤية، خليهم هم يعبرون عن رؤيتهم أفضل. الدلائل خلي أذكرك بتقرير مايكل نايتس، يعني هذا الكاتب الأمريكي المشهور بالمعهد الشرق الأوسط أعتقد، فكتب كتاب مقالة كتابها خطيرة جدا، وتعرفين هم هناك يعني سياساتهم المعاهد عندهم تقدم مقترحات وتقدم شيء مهم جدا يعني يأخذون برأيه. فتكلم بأنه يعني خلينا ما نستبق الأحداث، بس تكلم بأنه ممكن أن يتم السيطرة على مكتب رئيس وزراء من جهات معينة، هو هذا تخوفهم بهذا الموضوع. لذلك يعني لا توقعين دعم قوي. أما رد الفعل مالتهم، نعم إذا عرفوا الفصيل أو الجهة أو القاتلين منه، إذا لم يكن عصابات متوقع كل شيء من الجانب الأمريكي، توقع كل شيء.